في الوقت الذي كانت فيه دول الحصار تطمح إلى عزلها عن العالم وعرقلة نموها الاقتصادي السريع، استمرت دولة قطر في تنفيذ مختلف برامجها التنموية والاقتصادية وتطوير علاقاتها السياسية مع العالم، الأمر الذي جعل الأضرار الحقيقية للحصار محدودة في حالات اجتماعية فرض عليها البعد والفراق ومصالح أفراد لم تراعها القرارات السياسية الجائرة، وهي موضوع قضايا حقوقية أمام العدالة الدولية. سياسياً عززت دولة قطر إشعاعها بالمضي قدماً في علاقاتها الخارجية نحو الانفتاح أكثر فأكثر على العالم وإبرام شراكات استراتيجية مع أبرز الفاعلين الدوليين، لا سيما في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب. وآخر هذه الاتفاقيات مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومقره الدوحة. يأتي ذلك في سياق سلسلة من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول والمنظمات لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وكانت دولة قطر أول دولة خليجية توقع على برنامج تنفيذي مع الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب، وشهدت العلاقات بين البلدين تطوراً هاماً في المجال العسكري والاستثمار، وتم التوقيع في البيت الأبيض على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعزز تعاون البلدين في مجال صناعة الطاقة والنقل الجوي والدفاع. وإلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، كانت لحضرة صاحب السمو زيارات إلى عدة بلدان آسيوية وإفريقية وعربية لتمتين علاقات قطر الدبلوماسية وتعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع العالم. وفضلاً عن الزيارات الرسمية، جسدت مشاركة حضرة صاحب السمو في المحافل الدولية والأممية فشل مؤامرات دول الحصار في فرض العزلة على دولة قطر، حيث اتسمت مبادراتها في هذه المحافل باقتراحات عملية شاملة في مكافحة الإرهاب ومعالجة جذوره الاجتماعية والثقافية. ومما يؤكد الثقة التي تحظى بها دولة قطر في المجتمع الدولي استقبال الدوحة باستمرار قادة وزعماء من مختلف أنحاء العالم، واحتضانها مؤتمرات وندوات علمية تمثل حلقات تفكير رفيعة المستوى في قضايا الإنسان المعاصر المتعلقة بالمناخ والصحة والتكنولوجيا والأمن والتعليم. ومن خلال حرصها على المشاركة في اجتماعات القمة الخليجية والعربية، تؤكد دولة قطر على أهمية العمل العربي المشترك عبر مؤسساته القائمة، والتي تصدعت بفعل الخلافات السياسية والتدخل السافر في السياسات والشؤون الداخلية للدول الأعضاء. ورغم الحصار الجائر المفروض عليها، ما تزال دولة قطر تؤكد على استعدادها للحوار غير المشروط سبيلاً أوحد لحل كل الخلافات. على الصعيد المالي، تعكس الموازنة العامة للدولة في العام 2020 حجم النمو الذي حققه الاقتصاد القطري رغم الحصار، حيث بلغت الزيادة في الميزانية نحو 1.19% مقارنة مع العام 2019. وتشير التقديرات الأولى وتوقعات المؤسسات المالية الدولية الكبرى وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد القطري سيحقق مستوى نمو خلال هذا العام يقدر بنحو 2.75%. يأتي ذلك في وقت أرادت فيه دول الحصار ضرب العملة القطرية وزعزعة مكانتها في الأسواق العالمية، كما واصلت دولة قطر نموها الاقتصادي من خلال توسعات استثمارية واتفاقيات جديدة في قطاع الطاقة تشمل مجالات التنقيب والاستكشاف لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، وهو ما يشكل ارتفاعاً قدره 64% عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنوياً. ويمكن معاينة النمو في المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها في نطاق التوسع العمراني وتطوير شبكة الطرق السريعة في الدولة وتطور وسائل النقل بدخول مترو الدوحة حيز العمل. هذه الإنجازات لا سيما المتعلقة بتقدم الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة بطولة كأس العالم تخيب أمال دول الحصار، حيث كان تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي على أرض قطر مطية لاختلاق الاتهامات والمزاعم والأكاذيب، وكان من أهداف الحصار الدفع نحو سحب شرف تنظيم البطولة من قطر. وبعد 1000 يوم من الحصار وقبل 1000 يوم من ضربة انطلاق أولى مباريات المونديال، اكتملت الأشغال في 4 ملاعب، فيما تسير الأشغال وفق ما هو مخطط له في بقية الملاعب لتكون كلها جاهزة قبل حوالي 2 سنين من الموعد التاريخي.